هل تستطيع أن تتخيل شكل العالم إن نزع منه الرفق؟ السينما العالمية حاولت ذلك عدة مرات، وفي أحد الأفلام حاولت السينما أن تصور لنا كيف يمكن أن يبدو العالم بغير رفق عندما يغيب القانون. في الفيلم يتفق البشر على أن في ليلة واحدة يصبح الممنوع كل الممنوع مباحا لمدة 12 ساعة في السنة. ماذا يمكن أن يفعل البشر؟ ليلة لم يعد فيها أمان لأحد، لأن الكل قرر حين غاب القانون أن يغيب كل قيمة سوية. لكن حتى في الفيلم وحتى في أسوأ لحظات البشر في السينما لم يستطع الخيال أن يغيب الرفق طويلة. في النهاية كان لابد للرفق أن يظهر ويسود ليستمر العالم في الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحييكم وأرحب بكم مع حلقة جديدة من حلقات نورك فينا. نور الله سبحانه وتعالى يجب أن يملأنا، والأسماء الحسنى يجب أن نتشربها في أنفسنا وتنعكس في تفاعلنا وفي حياتنا وفي إنتاجنا. ما زلنا اليوم نتحدث معكم عن صفات الرفق. قسمنا الأسماء الحسنى إلى مجموعات، وهذه المجموعة هي مجموعة صفات الرفق. الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم والحليم وما يتعلق بها من صفات جميلة هي صفات الرفق. نريد أن نتعلم منها، نريد أن نستقيها، فنتمثل هذا السلوك الإنساني ونرفق ببعضنا البعض، بدل أن نتعامل وكأن كل واحد منا بركان جاهز ينفجر في الآخر. اليوم تحول كوكبنا إلى كرة ملتهبة بالحروب والعنف والإرهاب ورفض الآخر والشك في كل إنسان وتكفير وتخوين، حتى صارت السجون في بعض البلاد أكثر من الجامعات. وانظروا أن معظم هذا الأحداث، معظم الحروب، معظم المشاكل هي في بلاد الإسلام، ونحن نقول ديننا دين السلام. أول ما سنتناول اليوم في هذا الموضوع هو المشاعر، المشاعر التي تتعامل مع مجموعة الرفق، ثم سنأتي بعد ذلك للمهارات. يمكننا ملاحظة آثار الرفق على المشاعر عندما نلاحظ غياب الرفق في حياتنا. كم من زوجة تشتكي أنها لا تسمع كلمة شكر من زوجها؟ كم من زوج يشتكي أن زوجته لا ترحمه بل ترهق بمتطلبات لا يستطيع تحملها؟ كم من أم تشكو من عقوق أولادها أو عدم رؤيتهم والتعايش معهم بشكل كافي، تعيش وحدة؟ كم من أخت تشكو من عدم ود أخيها وقطع لصلة الأرحام؟ لو أن الرحمة انتشرت بيننا كيف سيكون تعاملنا مع مخالفينا في الرأي؟ كم من شهداء ماتوا قضوا في ساحات الحرية وليس ساحات الأعداء، كانوا سيكونون ما زالوا على قيد الحياة بيننا اليوم. لو انتشرت الرحمة، لو انتشر الرفق، لقمنا بالاهتمام بالجميع، كل من حولنا مسلم ولا غير مسلم، من ذوي الاحتياجات الخاصة، من الذين يقومون على خدمتنا ورعايتنا ولا العمل في شركاتنا ولا أعمالنا ولا حتى الذين يعملون في الشوارع، نرفق بهم، نطعم هؤلاء الذين يخدموننا، نطعمهم من أفضل طعامنا ونكسوهم مما نلبس، كما جاء في الحديث: أطعموهم مما تأكلوا واكسوهم مما تلبسوا. هكذا يعلمنا الإسلام، نعلم أولادنا أن يرفقوا بالخدم ويحترموهم. تذكرون أن تحدثنا سابقا في حالة الانفصام ما بين الهوية الإسلامية وما بين سلوكياتنا وممارساتنا في أرض الواقع. كم صدعنا رأس العالم ونحن نتحدث لهم عن رحمة الإسلام وسماحة الإسلام ودين الإسلام اللي هو دين السلام ونبذنا للعنف، لكن في المقابل لم نفعل فينا في أمتنا ممارسات الرحمة والرفق، فجرت أنهار الدماء تحت رايات
ترفع الإسلام زورا وكذبا. غدت الحرب الطائفية، الانقلابات العسكرية، التآمرات الداخلية هي التي تسود المسلمين للأسف. لو فعلنا صفات الرفق لصدقنا العالم، ولقدمنا سلوكيات راقية تدهش العالم، ولصنعنا جنتنا على الأرض. موضوع إقناع الناس بأنه الإسلام دين رفق هو دين رفق يقينا، لكن الإشكالية عند الناس، معقول دين رفق ويكون فيه رجم وقصاص وقتل؟ ببساطة أخي الكريم، القناعة تكون بالنقاش العقلي المنطقي، وبقيسه على العرف المادي البشري الإنساني. أول شيء لا نخلط بالملفات. عقوبة القتل أو الرجم هي للمجرمين. خلينا نحكي على مفهوم كلمة مجرم الآن. نرجع للمربع الأول، الدول الآن اللي بتسمي حالها متحضرة وراقية وإنسانية، ألا يوجد عندها عقوبات تصل إلى حد القتل اللي بسموه الإعدام؟ معظم دول العالم فيها إعدام. أمريكا على سبيل المثال، أم الديمقراطيات، أم الكذا. قرأت بمقال قبل 15 سنة مترجم لصحيفة كويتية في ذلك الوقت، إن لم تخني الذاكرة، يا 19 يا 29 ولاية في أمريكا عنده حكم الإعدام لعشرات القضايا. فالآن المبدأ حكم الإعدام هو إزهاق الروح، المبدأ موجود. طب ليش عندكم حكم إعدام؟ بقول لك طبعا في جرائم لا يجوز فيها إلا الإعدام، من مثل القتل الجماعي، من مثل الخيانة العظمى، الخيانة السياسية، جاسوس أعطى أسرار لغيره. إذا اتفقنا على أنه عشرات الدول تسمي حالة متحضرة، عمالها بتقتل أشخاص لدواعي هي رأتها ذات قيمة عليا، إذا انتهت الإشكالية من أساسها. واتفقنا على أنه عندهم نظام عقوبات بالحبس أو بالطرد أو 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 إلى آخره، إذا انتهت الإشكالية. هي القضية بنوعية العقوبة ولا بمبدأ العقوبة؟ إذا مبدأ العقوبة أنتوا عندكم قتل كمان. ضل أنتوا ما اعتبرتوه جريمة، إذا ما اشتركنا معكم أنتوا مش قيمين على البشر. بضل أنا أعتقد بأنه هذا وأنا أعتقد هذا، من هنا بحل الإشكالية. الموضوع ما في إشكالية ما دام البشر متفقون على أن هناك جرائم تستحق العقوبات، اللي منها القتل اللي بسموه الكابيتال بانيشمنت، اللي هو عقوبة الإعدام. ما دام موجودة، إذا موضوع هذا للمجرم اللي استحق بالقانون أن يعاقب. نفس الملفات عن بعض، الموضوع أروع منه ما في. أرجوكم لا تستهينوا بصفات الرفق، فبدونها لا يمكن أن تستقيم علاقة ولا تدوم صداقة. نتعلم معا بعض المهارات. بعد أن تكلمنا عن المشاعر، خلونا نتكلم عن المهارات، مهارات التي ممكن أن نتعلمها من صفات الرفق، وما يمكن أن تجلب إلينا هذه الصفات ونجنيه منها. من هذه المهارات التي نكررها ونؤكد عليها في كل صفة، كيف نمارسها من خلال التحكم في النفس. هذا أول هذه المهارات. تخيل كم ستتحكم في نفسك لتفعل صفة الحليم. تخيل التحكم في النفس لتطبيق الأمر الإلهي، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أعطني، فأعطاه، قال ولم يشكر، قال أعطني. يقول هذا الرجل عن نفسه، يقول والله أتيته وهو أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني ويعطيني. شوف شوف الرحمة، هو يعني الآن إيش هذا العطاء؟ شيء بسيط بالنسبة له. فقام خاصة بعد غنائم حنين الضخمة، فبدأ يعطي يعطي يعطي، يقول فما زال يعطيني حتى اكتفيت، فظل يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي. في يوم واحدة في نفس اليوم كان هو أبغض الناس إليه، فصار أحب الناس إليه. ادفع بالتي هي أحسن. الله سبحانه وتعالى يأمرك بأفعال البر، ويفعل فيك خلق الرحمة والود حتى لو كانت المشاعر سلبية. ليش؟
حتى يعلمنا، حتى يعدنا لأدوارنا في الحياة، لأهدافنا الكبرى التي يتطلب تحقيقها التحكم في النفس. ومن المهارات التي يجب أن نمارسها عندما نمارس صفات الرفق التعاطف. نعم، مهارة التعاطف. التعاطف يتعلق بفهم المشاعر، مشاعر الآخرين، ويبدأ بهذا: افهم مشاعر الذي أمامك. وأنت لا ترحم الآخرين إلا عندما تفهم ما يمرون به وتتعمق في ماذا يقولون وماذا يريدون، وتحقق قدرا من التعاطف يتيح لك ولك الشعور بالرغبة إلى ليس فقط التسامح معهم وإنما الإحسان إليهم. تخيلوا لو مارسنا هذا. كثير من الناس اليوم ينظر كمسلم إلى الآخرين من علو: أنا مسلم، هو هذا كافر، رايح جهنم. الإسلام ما يعلمنا هذا، الإسلام ما يعلمنا هذا. الإسلام يعلمنا هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تمر عليه جنازة يهودي فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هذا يهودي. قال: أوليس نفسا؟ ثم بكى، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، تبكي على يهودي مات؟ قال: نفس أفلتت مني. يعني إحنا نتمنى هدايتهم، ما نتعامل معهم من علو، ما نتعامل معهم أن إحنا الأفضل. أنا لم أرى غرورا، لم أرى غرور كغرور المتدين. أنا أفهم واحد يغتر بماله، أفهم أن واحدة تغتر بجمالها، لكن واحد يغتر بدينه؟ تغتر بدينك كيف؟ تغتر بهدايتك؟ هذا يعني ممكن واحد يسعد، يكون سعيد أنه هو مسلم، ما في مانع، لكن يغتر، يحتقر، يعني الغرور يعني احتقار الناس، يغتر بدينه كيف؟ الإسلام ما يعلمنا هذا. الإسلام يعلمنا التعاطف، الارتباط إلى حد كبير بمهارة ما يسمونه التوجه الخدمي أو الخدمي. نخدم الآخرين، نتوجه لمساعدتهم، نتوجه لرحمتهم. لا تتعاملوا مع الناس من علو. عندما ندرك مشاعر الآخرين، عندما نفهم وجهة نظرهم، عندما نعرف ما يتعرضون له من أذى ومن أفكار ومن مشاعر قد تشتتهم ولا شكوك، عندها دورنا أن نهرع لنجدتهم. هذه معاني الرفق. ليست معاني الرفق أن أنا فقط أنا الأعلى وسأرفق بهم، لا. الله سبحانه وتعالى عز وجل يأمر سيدنا موسى عليه السلام وأخاه أن يذهبا لفرعون وأن يتفاوضا بالنيابة عن بني إسرائيل لإخراج بني إسرائيل من العذاب. يقول الله سبحانه وتعالى: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. لا تعذبهم. دورنا ان هو احنا نخرج الناس من اي اذى، من اي عذاب، من اي يعني. على فكره كثير من الناس حتى الجهاد يفهمونه خطا. حتى الجهاد هو ليس لاجبار الناس. ما يجوز نجبر الناس على ديننا، لا اكراه في الدين. الجهاد هو لاسقاط الطغاة الذين يمنعون الناس من سماع كلمه الحق. فاذا لم يمنع الناس من سماع كلمه الحق، هذا الجهاد حقق هدفه. هذا الذي نفهمه من الجهاد. ما نفهم جهاد تعال ذبح الناس، ما نفهم الجهاد ناس ذميين ما لهم اي شغل اجمعهم وقتلهم واحد واحد. هذا ليس له علاقة بالإسلام. هناك المزيد من هذه المهارات. سامحونا، أدركنا الوقت لنأخذ فاصل، نتكلم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله ومرحبا بكم مرة أخرى مع نورك فينا، ونتحدث عن أسماء الله الحسنى كمجموعات، ونحن الآن في المجموعات من الأسماء التي لها علاقة بالرفق: الرحمن، الرحيم، الحليم، الرفق. هذه الأسماء الحسنى لو تأملنا فيها
ستعلمنا مهارات تهيئنا هذه المهارات للنجاح في العلاقات، النجاح في العمل، في الدراسة، وحتى في علاقاتنا الخاصة. من متطلبات النجاح في العمل في الشركات، في الوزارات، في الكيانات المهنية، هو عدم الخوض في خصوصيات الآخرين. يعني ما يصير داخل شركة، داخل وزارة، ما يصير الناس تتكلم عن علاقاتهم الخاصة ومشاكلهم الخاصة. وعدم نشر القيل والقال، ويجب الالتزام بالاحترام والأخلاقيات العامة. هذه كلها، شفتوا، هذه كلها من مهارات الرفق، تتضمنها صفات الرفق. ستر الناس، الحفاظ على يعني خصوصياتهم، رحمتهم، عدم فضحهم، هذا كله جزء من الرفق. خذوا مهارة أخرى، مهارة التعاون، مهارة التنسيق. مثلا في نموذج دانيال جولمان لمهارات الإدراك العاطفي أو الذكاء العاطفي، من الجميل فيها أنها تشتمل على عدة سلوكيات، منها أن نشر أو دعم مناخ الود وتنمية فرص التعاون، جو فيه ود، ومهارات الفريق، فريق العمل، التي تشتمل على تجسيد قيم الاحترام والنفع وحماية سمعة الفريق. الإسلام يعلمنا ليس فقط عدم غيبة الشخص، وإنما عدم غيبة المجموعة، عدم الكلام عن قبيلة. عن اليوم انتشرت مثل هذه المسائل. انظروا إلى ماذا يأمرنا به الله عز وجل في آية كلكم تعرفوها: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. هنا الكلام ليس شخص عن شخص، قوم من قوم، قبيلة عن قبيلة، شركة عن شركة، دولة عن دولة. ما يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ممكن يكونوا عند الله أفضل منك وأفضل من قبيلتك وأفضل من جماعتك. ولا نساء من نساء، ليس امرأة تجاه امرأة، كلمة نساء تعني الجمع، فإذا جمع من النساء في جمعية، في مجموعة، في قبيلة، في يتكلمنا عن قبيلة أخرى، جمعية، حتى نساء من دولة عن دولة، ممنوع ممنوع، ليس فقط الكلام الفردي، حتى الكلام عن الجماعة ممنوع. عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم، يعني ما تتكلم عن حد من جماعتك أيضا. ولا تنابزوا بالألقاب، ترمي ألقاب سيئة عن دولة أخرى، ولا عن شعب، ولا عن ناس في شعب، ما تنابزوا بالألفاظ. وبالنسبة على فكرة لحماية سمعة الفريق، انظروا إلى مثال أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، لما سئلت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أثناء اتهامها بقصة الإفك الشهيرة، لما اتهمت ظلما في شرفها. الآن هاتين ضرتين ومتنافستين على فكرة، يعني كانت تنافس سيدة عائشة في حب النبي صلى الله عليه وسلم. فسئلت زينب بنت جحش عن عائشة رضي الله عنها في وقت الإفك، كانت تلك فرصة للسيدة زينب لتنال من منافستها في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانت تحتاج حتى أن تكذب، كان يكفي جدا أن تلتزم الصمت وبالتالي تثير الشكوك. لكنها أجابت: يا رسول الله. اسمعوا الكلمة، شوفوا الناس اللي يطبقوا معاني الرفق. يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري. شوف، أحمي سمعي وبصري، يعني إيش أحمي سمعي وبصري؟ يعني لن أسمح لسمعي أن يخطئ، ولن أسمح لبصري أن يخطئ، ولن أسمح لسمعي وبصري أن يخليني أكذب. والله ما علمت إلا خيرا. تتكلم عن سيدة عائشة، ما علمت عنها إلا خيرا. أي نبل في الأخلاق هذا؟ عرفتم، حتى عند التنافس ما نتجاوز أخلاق الرفق. أحاديث وآيات الرفق كثيرة، وما نتعلمه منها أكثر. مهارات الرفق هذه مهارات هامة جدا لتكوين فريق،
لتكوين دولة، للتعاون، لزيجات ناجحة، وهي كذلك مهمة جدا لبناء فرد وقائد متميز، بل بناء دولة متميزة. نحن نتكلم ليس وعظا فقط، وإنما بالإضافة للوعظ هذه مهارات نتعلمها من أسماء الله المتعلقة بالرفق. حقيقة امتلاك الموظفين لمهارات الرفق واللطف بين بعضهم بيؤدي إلى خلق جو عمل إيجابي، وبيشعر الموظف أنه هو يعني داخل أسرة واحدة، مما ينعكس بشكل إيجابي على أداء الموظف وتطوير العمل. كل إنسان يحتاج إلى تقدير، فعندما ينجز أي شخص عمل ما أو إنجاز معين ويجد أن هناك تقدير وشكر وثناء لما قام به، فيكون لديه حافز إلى أنه يستمر في هذا العمل ويطوره ويحسنه. أحد أهدافنا في هذا البرنامج هو ترسيخ جعل الدين قاعدة للانطلاق في كل شيء، في شركات، في وزارات، في خطط، وجعل الدين أيضا منطلق أساسي في التنمية البشرية وفي علم النفس الإيجابي وفي كل العلوم الإنسانية بالذات. أن نجعل تعاليم الإسلام ومعاني أسماء الله الحسنى تطبيقات عملية تساعدنا في تحقيق الحياة الطيبة، في الفوز بالجنة والنجاح في الدنيا. عندما نمارس التحكم في النفس ونطبق معاني الرفق المتعلقة بالبر والإحسان حتى لمن أساء إلينا، عندها ليس فقط نكسب الدرجات والحسنات، وإنما نبني إرادة تحقق الأهداف في الحياة. تحكم في الذات والتحكم في النفس في هذه القضايا الصغيرة سيجعلني أقدر على تحقيق أهدافي في الحياة. بسم الله الودود، بسم الله الرحيم، الرحمن، الرؤوف، اللطيف، يجب أن تكون مركز في حياتنا وأساس تعاملنا مع كل من نقابل. المؤمن طيب، حسن الخلق، حسن المعشر، يشعر كل من يقابل بالراحة النفسية عندما يتحدث معه. هؤلاء الذين يعيشون في أبراج عالية ولا يبتسمون حتى في وجه الناس، هذا مرة في مكان معين سبحان الله زرتهم ما أجد أحد يبتسم ولا واحد، وكان واحد من أصحابي هو الذي دعاني، فأنا مسكته كذا قلت له يعني صار لي أنا كم يوم معكم ما رأيت ولا شخص يبتسم، متخيلين هذا؟ فقال لي دكتور ما دام ما ضربناك الوضع جيد. يعني وهذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان يخطب الجمعة على المنبر، ثم دخل الحسن وكان صغير جدا ولابس ثوب شوية طويل فتعثر، فنزل وكان معه الحسين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الخطبة، ترك خطبة الجمعة ونزل حتى وصل، كان طبعا بيته قريب من المسجد، فنزل وأخذهما وحملهما إلى المنبر وأجلسهما على فخذيه. إيش الرحمة هذه، ها؟ إيش الرفق هذا؟ هذا الذي نتعلمه من ديننا. نتعلم أيضا من اسم الله الشكور، هذا يدفعنا لأن نشعر بفضل الله علينا وفضل الآخرين علينا. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فعبروا عن هذا الشكر، اشكروا من حولكم على كل صغيرة. تذكروا أن التعبير عن الشكر يكون بالقلب وكذلك بالقول والفعل. صفة الكريم هذه من صفات الرفق، تحثنا على أن نكون ليس فقط محسنين وإنما نبلاء في التعامل، نبل الكرام وأبناء الكرام، تبذل العطاء للآخرين وتبذل الابتسامة والخلق الحسن أيضا للآخرين. هذا هو النبل ليس فقط مال. فتكون كريما
بوقتك، تعطي الناس، تخصص لهم جزء من وقتك وجزء من جهدك وجزء من مالك. كذلك العمل التطوعي هو من أجمل طرق للتعبير عن صفة الكرم وصفات الرفق عموما، إحسان إلى الزوجة، مصادقة حتى الأبناء، إكرام الضيف، كل واحد يعملها حسب ما يناسبه. أبواب الرفق ليس لها نهاية. المحافظة على حتى سمعة الناس، هذا من الستر الذي هو جزء من الرفق. ديننا الحنيف حريص على إشاعة الود، الرحمة، الرأفة في العباد. إذن صفات الرفق تجعل الإنسان كحامل المسك. إذا حامل المسك إذا لم تشتري منه المسك طيبك أو تشم من الريحة طيبة، فكذلك صفات الرفق تجعلك أفضل نسخة من نفسك. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة ومع مجموعة أخرى من الصفات الإلهية التي يجب أن تنعكس فينا وتحسن حياتنا وتجعلنا أفضل نسخة من أنفسنا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تحكي روائية إنجليزية أن والدتها كانت تغمرها بعبارات الحب والثناء دوما وبدون مناسبة، وعندما سألتها لماذا تفعل ذلك أجابت: أريد أن يعلم من هم في حياتي أنني ممتنة لوجودهم فيها، أنا أؤمن بضرورة إعطاء الناس ورودهم وهم على قيد الحياة، لا أريد أن يأتي الناس لزيارة قبري ووضع الورود عليه ليقولوا أشياء كان بإمكانهم قولها وأنا على قيد الحياة.